هذا البرنامج برعاية دار الأركان. جاهز. تحقيق الحلم، وهذا أهم هدف عندنا، اللي هو تصدير هذا النجاح بإذن الله إلى جميع دول العالم، لعكس قصص النجاح العالمية اللي تم استيرادها والمعروفة لدينا اليوم. بالعودة إلى الوراء وتحديداً إلى العام 2005، لاحظ شاب سعودي طموح أن سوق المطاعم في المملكة كان غارقاً في التقليدية، ورأى أنه يحتاج لمواكبة موجة التحول العالمي في هذا القطاع. سوق المطاعم عام 2005 كان في الغالب إما مطاعم شعبية غير منظمة أو مطاعم عالمية ومنها السريعة واللي كانت محدودة، لكن في الغالب كانت جودتها متوسطة ويتم تحضير الأكل فيها مسبق، وكانت بعض الأطباق محصورة على الفنادق والمطاعم الغالية وما هي متاحة كخيارات يومية، وكان منها طبق الباستا المشهور عالميا واللي يميز المطبخ الإيطالي. هنا كانت الفكرة، ليه ما يصير طبق الباستا كأحد الخيارات اليومية متاح للجميع مثل البرجر والبروستد الموجود في المطاعم العالمية السريعة، لكن مهم جدا أن يكون جودة عالية، يحضر طازج وبسعر تنافسي. انطلقت مجموعة الذواقة للأغذية في العام 2006 على يد رئيسها التنفيذي أحمد عبد العزيز القاضي، والهدف كان جمع مطاعم من مختلف النكهات والمطابخ العالمية تحت سقف واحد. منهجيتنا في شركة الذواقة الأغذية مكنتنا من تأسيس علامات تجارية قوية ومتنوعة، سواء على نمط الكاجوال مثل تشيكن دب المتخصص في الدجاج المشوي والمقلي واللي طازج من مزارع سعودية، يقدم بصوصات خاصة بنا للعميل بشكل جميل وعصري وفي أجواء مميزة، أو نمط الفاست كاجوال مثل كازا باستا الإيطالي وكاشي الآسيوي وبوشاك الهندي، أو نمط المطاعم السحابية الجديدة مثل ماغما وتشيكن دب إكسبريس واللي تتخصص في السندويشات. هذا التنوع للأمانة زاد من قوة الشركة بشكل كبير، وخلاها تنجح في التغلب على الكثير من التحديات اللي مر فيها القطاع. العلامات التجارية اليوم اللي نملكها في شركة الذواقة الأغذية يديرها فريق عمل منظم ومميز يتجاوز 1500 موظف وموظفة. نفخر بأن يكون أبناء وبنات الوطن كانوا وما زالوا جزء مهم في رحلتنا هذه. حدثنا عن عوامل النجاح اللي أنت اعتمدت عليها أو بنيتها في تأسيس هذه الماركات والبراند لسلسلة المطاعم الخاصة بالمجموعة. أهمها جودة منتجاتنا المقدمة للعميل، واللي هي نتيجة استخدامنا المواد أولية طازجة وعالية الجودة، مختارة بعناية بناء على معايير دقيقة. تحضر هذه المواد الأولية يومياً في معاملنا المركزية لضمان سلامتها وثبات جودتها في جميع الفروع، إضافة إلى طبخة طازجة عند طلب العميل وفق معايير دقيقة ومعتمدة. خطوات النجاح تحتاج إلى شخص يؤمن بأن اليد المنفردة غير قادرة على التصفيق وحيداً. القاضي آمن بذلك واستثمر في الأيادي العاملة المحلية، فدعمها بنظام عمل مرن لتساعده على تجسيد الرؤية الطموحة لمشروعه المستقبلي. التركيز على العميل وخدمته بشغف،
طبعا هذا من خلال حرصنا الشديد على القيمة اللي يحصل عليها مقابل المال، أو ما يسمى بالفاليو فور ماني، وهذا اللي حنا نتميز فيه في شركة الذواقة، والقرب من العميل دائما لدراسة متطلباته بشكل دائم وتقديمها له بأنسب الحلول. من العوامل الأخرى عندنا اللي ساهمت في نجاحنا ولله الحمد إيماننا الشديد بالموارد البشرية في شركة الذواقة، واستمرارنا في الاستثمار في التطوير فيها يتميز في خدماتنا المقدمة للعميل وتحقيق رغباته بأفضل صورة. العمل المؤسسي والدقة فيه مع الاهتمام بالتفاصيل في جميع العمليات وحوكمتها، تطبيق المعايير العالمية والأنظمة التشغيلية المعتمدة دولياً، وأتمتت هذه العمليات والاستثمار المستمر في التقنية، التطور السريع لمواكبة التغيرات السريعة في السوق والبقاء في المقدمة أحد عوامل النجاح المهمة، الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية والكبيرة واللي ساهمت بشكل فعال في هذا النمو في مختلف المراحل. ممكن تقول لنا عن الرؤية والأهداف للمجموعة كرؤية مستقبلية، كرؤية في التطوير، كرؤية في التغيير بالنسبة لكم في مجال المطاعم؟ أهدافنا اليوم كشركة رائدة في المجال، أولاً استمرار المساهمة في تطوير قطاع المطاعم من خلال المزيد من الاستثمار في الأفكار والتقنيات الحديثة والموارد البشرية، والمشاركة في ورش العمل مع القطاع العام والخاص والجمعيات واللجان المختصة أيضاً. من الأهداف الأخرى المهمة عندنا استمرار التوسع الداخلي في المملكة، ولكن بشكل أسرع استناداً على خبرتنا الكبيرة في المجال وحجم الشركة وتنظيمها الداخلي ليتماشى مع النمو والتقدم الكبير اللي نشهده في مملكتنا الغالية. وأخيراً تحقيق الحلم، وهذا أهم هدف عندنا اللي هو تصدير هذا النجاح بإذن الله إلى جميع دول العالم، لعكس قصص النجاح العالمية اللي تم استيرادها والمعروفة لدينا اليوم. عملت مجموعة الذواقة للأغذية على وضع بصمتها في قطاع المطاعم في السعودية، فافتتحت قرابة 100 فرع لمطاعم محلية وعالمية في مختلف مناطق المملكة. اليوم شركة الذواقة بحكم البراندات المختلفة اللي فيها، مثل ما تفضلنا في إنها مختلفة الأنماط، سواء في الكاجوال مثل تشيكن ديب، واللي نعتقد إنه عليه وله قبول كبير على مستوى العالم بحكم إنه يعني متخصص في الدجاج، رقم واحد رغبة العملاء بالنسبة له، الصوصات الخاصة اللي عندنا، الأنظمة التشغيلية اللي عندنا، طريقة الخدمة، المانيوالز، كل هذه تؤكد أنه تشيكن ديب بإذن الله راح يكون له حصة كبيرة خارج السعودية. حنا غيرنا مفهوم الأكل الإيطالي في كازا باستا، كيف أن أنت تأكل الباستا والريزوتو بشكل سريع وبسعر أفوردبل، اللوكاليزيشن اللي حنا سويناه في المينيو من خلال إطلاقنا منتجات تتماشى مع المجتمع، مثل المكرونة الحمراء اللي ببهارات الكبسة وفيها تفاصيل العملاء حبوها كثير، مثل علبة الشطة والليمونة والبهارات اللي احنا نستخدمها. نعتقد انه هذه التشكيلة بإذن الله واسعة إلى درجة انها تنجح في أسواق مختلفة. كذلك عندنا اليوم أوكاشي كمطبخ آسيوي، غيرنا مفهوم السوشي فيه، صرت تاخذه في وقت أسرع مناسب للجمعات، البنات اليوم تأخذ بوكس معها وبدل ما تروح بصينية حلا تروح بصينية سوشي موجودة معها. الأفكار دائما نحاول نحن نخليها لها قبول عند جميع الشرائح، والأهم يكون فيها فاليو. كل هذه نعتقد أنها عوامل كبيرة
تساعدني على النجاح برا، خصوصا يعني اليوم احنا لما نجيب شركات استشارية وتسوي اسسمنت لنا وتعمل لنا بنش مارك مع الشركات العالمية الكبيرة، لا احنا الحمد لله ننافس هذه الشركات بل نتغلب على بعضها بحكم ان احنا ابتدأنا بعدهم وابتدأنا بتقنيات متطورة ومختلفة. فنعتقد ان شاء الله اذا يعني قدرنا ان احنا نطلع للخارج يعني راح نحقق ارقام كبيره ان شاء الله بحكم تنوع البورتفوليو في الشركه ورغبه البراندات هذه في دول مختلفه. اليوم ليش ما يصير في امريكا ولا في الصين ولا في الدول الكبيره هذه منتجاتنا هذه اللي هي ما هي منتجات دارجه عندهم بالشكل اللي احنا سويناه. تحتفل المجموعه اليوم بعامها 16، وعلى مدى السنوات الماضية واصل المؤسس والرئيس التنفيذي أحمد عبد العزيز القاضي تطوير نطاق أعماله لمواكبة شرائح مختلفة من العملاء تمهيداً لإرضاء كل الأذواق داخل وخارج المملكة. حنا نفخر أن اليوم مساهمتنا في المحتوى المحلي كل يوم تزيد، عندنا أهداف كبيرة في حتى في سياساتنا في إن شاء الله بتكون في الفرنشايز وفي السبلاي تشين، نعتقد أنها راح تسوي قصة نجاح فخر لنا حنا كشركة وكسعوديين، وحنا دورنا كشباب واجب علينا أن احنا نبيض الوجه وواجب علينا أن احنا نرتقي بالقطاع هذا. صحيح ان احنا ممكن دخلنا القطاع متاخر غير مثل ما يقولون الدول الاوروبيه، لكن دخلناه مثل ما يقولون من حيث ما انتهى الاخرون، بمهنيه عاليه، بجديه اعلى، بستاندردز عالي جدا. نعتقد ان كل مقومات النجاح موجوده عندنا باذن الله. برنامج برعاية دار الأركان. جاهز.